السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف الكورونا الإستوني. قدامنا واحد كورونا إستوني زي ما انتوا شايفين باللون الأحمر، ومن الظهر نفس الكلام باللون البرتقاني، واحد كورونا إستوني. كورونا طبعا عملة أستونيا قبل ما يلغوها وينزلوا بالدولار سنة 2000. دي اتنين كورونا إستوني زي ما هو باين قدامكم كده، العملة باللون الرمادي ومن الخلف أيضا باللون الرمادي، عليها شكل البنك المركزي الإستوني مكتوب عليها كاكاس كروني 2. بعد كده 5 كورونا إستوني عليها شكل بحر باللون البرتقاني، 5 كورونا إستوني زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده 10 كورونا استوني زي ما حضراتكم شايفين باللون الازرق، دي 10 كورونا استوني من الخلف. بعد كده عندنا 20 كورونا استوني باللون الأخضر أو 25، 25 كورونا إستوني. ثم 25 كورونا إستوني من الخلف باللون الأخضر الفاتح. بعد كده 50 كورونا إستوني باللون الأخضر، طبعا العملة إصدار سنة 97. بعد كده 50 كورونا استوني من الخلف عليها قصر موجود في استونيا. بعد كده عندنا 100 كورونا استوني باللون الازرق فيها علامة مميزة خضراء على اليمين. بعد كده 100 كورونا استوني من الوش شكل مميز جدا باللون اللبني السماوي وعلامة مائية على الشمال. بعد كده آخر عملة وهي 500 كورونا استوني باللون البنفسجي عليها طائر من الظهر ومن الوجه رئيس قديم لدولة استونيا. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصور، شكرا لكم جزيلا.